انا واحده من البلوجرز الجامدين يعني. دي قريش صح؟ تسميها قريش؟ مبروك على قريش. وعايز اقول لك بس ان انت لما جيت لنا في الاول كان عندنا الرحم بتاعنا كان فيه ورم ليفي مظبوط؟ مظبوط فوق بطن ورحم. وكان ده من حوالي تقريبا كان سنه؟ سنه بس. مظبوط. ايه اللي حصل بقى؟ عملنا لك ايه؟ عملنا عمليه استئصال ورم في البطن والرحم. هايل. في يوم 17/6/2021. كويس قوي. واحنا عملنا الاستئصال عن طريق المنظار الرحمي. مظبوط. المنظار الرحمي شلنا الورم اللي كان موجود في قلب التجويف. مظبوط. وبعديها الحمد لله حضرتك تعافيتي وبعديها حصل حمل طبيعي. طبيعي الحمد لله. هل خدتي اي منشطات؟ لا. مجرد شلنا الورم ربنا كرم ونقول الحمد لله حصل عمليه الحمل. ربنا يبارك لك في قريش. تقدري تولدي طبيعي. لان في ناس كتير بتقول لك طالما عملتي عمليه بالمنظار او عملتي عمليه بالفتح او شلتي اورام لازم انك انت تولدي ولاده قيصريه. لا ده مش حقيقي. تقدري تولدي طبيعي لان احنا عملنا العمليه بالمنظار الرحمي. استأصلنا ورم عن طريق المنظار الرحمي واللحم الرحم ما بيبقاش اتلمس اصلا خالص. فتقدري ان شاء الله انك تحملي طبيعي وربنا يكرمك ان شاء الله. انت بتعملي بقى بلوجينج عن ايه؟ انا جايد. جايد. احسن حته في مصر نروحها ايه؟ ايه في الاقصر طبعا. كل مصر جميله. كل مصر جميله. بس ايه احلى حته في الاقصر ايه اللي اروحها؟ تروح المعابد وتروح في معابد كتير. معبد الاقصر، معبد حتشبسوت، معابد كتير. اكتر حاجه عملتي عليها فيديو كانت حلوه كانت ايه؟ كنا في شرم الشيخ طبعا. شرم الشيخ. خلاص ماشي. ورا الشيطان وراس محمد وعين موسى سانت كاترين. افضل مكان تقدر تروحه في الشتاء في سانت كاترين. عايزه بيبقى متلج. انا كنت بطلع جبل سانت كاترين جري تحفه. انا طلعت وانزله جري وكنا بنتنافس مين يطلع بس ده ايام لما كان في صحه يعني. وكنا بنتنافس مين يطلع وينزل. وكان في فوق جامع صغير معرفش الجامع ده موجود ولا لا. كان بيفتحوه كده لينا ان احنا نصلي فوق. كانت يعني من احلى الاماكن اللي موجوده في مصر. مصر كلها جميله الصراحه. شدي حيلك وبيفرحينا بصور البيبي. شوفي على خير.